التراجع عن القرارات غير الصائبة لا يقل أهمية عن الجرأة في اتخاذ القرار عند الناجحين. ضيفنا في هذه الحلقة مثال لأولئك الذين اختاروا أن يغيروا مسار حياتهم أكثر من مرة بحثاً عن الشغف والفرصة، الدكتور زهير فايز، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة زهير فايز ومشاركه. أنا مقدام الحقيقة يمكن أجرؤ بإني مغامر، بس مغامراتي مدروسة وحتى في عملي. أنا مجاجر، أخذ قرارات يمكن الحذر ما يأخذها. في البداية يعني حاب إنه أنت تعرفني على نفسك بلغتك أنت، بطريقتك أنت، من هو زهير فايز؟ زهير فايز هو محتار من سؤالك لأنه الجواب عليه مرة صعب بالنسبة لي أنا. باختصار أنا إنسان عشقت عملي خصوصاً العمارة. والشركات الأخرى والمهام الأخرى اللي تفرعت منها هي تلمس أو مشتقة مماس للعمارة نفسها، سواء الاستعمار التقنية في التعليم انترتينمنت انفوتينمنت وإدوتينمنت. والتعليم بالنسبة لي في غاية الأهمية، وعشان كده أنا سخرت كثير من وقتي مع بعض الزملاء المؤسسين لجامعة دار الحكمة. أنا رئيس مجلس الأمناء واليوم 17 سنة. وأخيراً في الميديا الفيلم الأنيميشن اللي بنسويه براجون، يمكن شفت التريلر حقه. هذا هو حقيقة العشق للتطوير، استعمال المهنة والموهبة اللي ربنا أعطاني هي في العمارة في الهندسة للوصول لهذا الهدف. ما أقدر أقول لك يعني أكثر من كده على مين أنا. إذن هكذا عرفنا ضيفنا على نفسه، والآن جاء دوري لأعرفكم أكثر على شخصيته وأعماله. منذ أكثر من 40 عاماً حول زهير فايز شغفه بالعمارة والهندسة إلى أحد أكبر المكاتب الاستشارية في المنطقة بأسرها. فأين ومتى اكتشف هذا الشغف؟ طيب خليني أرجع معك عن زهير فايز أيام الدراسة، أيام الشباب. هل كان هو نفسه بنفس الطموحات بنفس الآمال؟ كيف توصف لي تفكيرك وطريقة تفكيرك في ذاك الوقت؟ يعني تعرف أنه أصعب سؤال تسأله إنسان عمره 17-18 سنة هو إيش تبغى تسوي بقية حياتك، وهو غير مؤهل يجاوبك عليه. يعني واحد عمره 18 سنة يبغى يقول لك إيش يبغى يصير. أنا من صغري كنت أحب أشتغل بيدي، نجارة ما نجارة أركب في. طبعا أنا ما كنت أعرف إنه هذه الهواية عبارة عن وجهتني إلى مهنة البناء والعمارة وما شابه ذلك. ففي الجامعة أول ما ابتعثت إني أدرس هندسة، والفرق بين العمارة والهندسة، فكنت في كلية الهندسة. وعلى وشك التخرج رابع سنة
أخذت الكورس اللي هو سميناه جرافيك كوميونيكيشن اند ديزاين، موجه للمهندسين وليس للمعماريين. هيك وجدت انه هذا هو الهدف والرغبة اللي انا ابغاه. ورحت لي قالوا لي انت في الكلية الخطأ، بعد 4 سنين تقولوا لي انا في كلية خطأ. قال الكلية الصح هي كلية العمارة وليس كلية الهندسة، وهذا المفهوم احنا نسمي المهندس معماري، وهذا حقيقة تسمية خطأ، هو معماري او مهندس بشعب الهندسية المختلفة. فروحنا كلية العمارة وكلمت العميد، قلت له انا بكون معماري. قال لي ما هي مشكلة، حتكلفك كمان سنتين. قلت له طيب سنتين، المهم اني اطلع بالمهنة اللي انا. هناك بدأ العشق للعمارة. حياتي في الجامعة الحقيقة كانت يعني أنا كنت مرة بانغمس تماما في الحياة الجامعية في الحرم الجامعي، جامعة كولورادو جامعة حلوة جميلة في الجبال، تشجع الواحد الخروج واستمتاع بالطبيعة. فكنت أنا شارك في فريق كرة القدم حق الجامعة، وفي يجي الشتاء هناك في الجبال كلها تلج، فعشقت برضو رياضة التزلج. بعد ما غلقت البكالوريوس قال لي العميد ترى عندنا برنامج جديد وبدأ ماجستير، فيا السنتين هذه ممكن تستغلها تكمل العمارة في نفس الوقت تدرس ماجستير. دخلنا الماجستير، ونهاية المطاف بعد 6.5 سنين كده في الجامعة طلعت ب2 بكالوريوس واحد ماجستير في خلال 3 أشهر حسب التواريخ اللي على شهاداتي، لأنه هو ما يعني ما قدم الدرجات النهائية إلين غلقت كل الثلاثة مع بعض. فكانت الحقيقة يعني قصة طريفة اللي الأقدار، أنا مؤمن جدا بالقدر، وربنا سبحانه وتعالى قدر لي أني أتجه هذا الاتجاه، وانا احمد ربنا ليل ونهار اني انا اتجهت هذا الاتجاه، لان زي ما قلت لك انا عشقان مهنتي. في ناس يخافوا من التغيير، يعني يقول لك بعد ما انا قضيت 3-4 سنوات في موضوع معين ما اقدر اغير. ايش رايك في الكلام هذا؟ الحقيقه انا ما فكرت فيه، انا فكرت انه هذا حيسعدني اكثر، واذا كلفني سنتين كلفني كان بها، وكنت سعيد جدا اني انا يعني أخذ هذا الاتجاه. أحياناً سنتين في عمر الإنسان ما تعتبر شيء إذا هو اختار الشيء اللي هو يبغاه في الأخير. البداية إيش اللي سنتين يقول لك، يعني كان يقول إيه ما ترجع تفوتك الفرص، ما راح يجيك إلا رزقك يا رجل. إذا ربنا قدر لك هذا الكلام الفرص إذا كانت موجودة اليوم فرص أخرى موجودة بكرة. لم يكتفي زهير فايز بالدراسة في الولايات المتحدة وحسب، بل استثمر فرصة وجوده هناك وخاض تجربة العمل أيضا. أول ما أخذت الماجستير و يعني توظفت في مكتب، أنا عندي أنا 2 بكالوريوس وماجستير، وأول مهمة أعطاني هي يعني فرق بين الدراسة في 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 الاستوديو ولا في الجامعة وعلموك كيف الرسم والتصميم، وفرق إيش المطلوب أنت في الحياة العملية البروفيشنزم الخدمة الاحترافية. جلست نص النهار أطل في اللوحة ما نعرف فين أبدأ، وعارف هو اللي وظفني الحقيقة كان له فضل بعد الله علي كثير، عارف الكلام هذا، عارف إن واحد دوبه خارج من الجامعة في الحياة العملية يحتاج له تدريب ويحتاج له، فهو كان يختبرني. طبعا
في هذه اللحظة أنا أدركت أنه أحتاج أتعلم أكثر. بعد الفاصل. الغاية هي شهادة الدكتوراه. شهادة الدكتوراه ورقة يعني لا تعني. قال لي أبغاك تنزل تحت في البدروم وتنظف العينات. وصلنا في قصة ضيفنا المعماري زهير فايز إلى أول تجربة عمل خاضها في الولايات المتحدة الأمريكية. فأول مهمة بعد كده بعد ما اختبرني ويمكن فشلت في الاختبار حقه يعني بس هو ما اعتبر فشلت إنه عرفني على قدراتي. قال لي أباك تنزل تحت في البدروم وتنظف العينات حقة البدروم. كان قد كده طبقة تراب وعنكبوت. كنت أجي الناس أيامية كان يروح المكاتب بمرتبين يعني بكرافات وفي الحين راجل باثنين بكالوريوس وماجستير وينجز ينظف. ولا نزلت جلست يمكن 3 أيام كمية كبيرة من التراب ونظفت العينات وسويت لها يعني ترتيب معين وهنا عينات الرخام عينات الخشب عينات جلست 3 أيام كاملة أنا تحت وأعتقد كان اختبار على الرقبة في العمل وفي هذا الاختبار أنا نجحت. ما جاء في بالك ذاك الوقت أنه ليش يسوي فيه كذا وأنا والله إنسان متعلم وعندي ماجستير؟ بدون شك جاء في بالي. وهي في ذاك الوقت أنا يعني وجدته يمكن غير مقبول لكن سمعت الكلام. لكن بعد ما يعني رجعت وفتحت مكتبي عرفت انه هذا كان له يعني بعض الله فضل علي في علمني درس الالتزام. واذا اعطيتك عمل بصرف النظر ايش هو، انا قائد المكتب هو صاحب المكتب قائد هو يعتبر بدل ما يقول صاحب المكتب انا اعتبره قائد. بعد كده صار يعطيني مهام اكثر مثلا بناء المجسمات. فهي كانت درجات كانك انت قد سنة أولى سنة ثانية سنة ده في الجامعة. فهو هذا هو تسلسل اكتساب الخبرة. وعشان كده فادني بشكل يعني أنا كل ما أتذكر الكلام هذا وأتذكر إيش اللي تعلمت هناك وأتذكر إيش وأقارنه إيش تعلمت في الجامعة وجد هذا يعني شهادة أكبر وأنفع من شهادة الجامعة. لا يتوقف الناجحون عن البحث عن التطوير المستمر، لذلك قرر ضيفنا إكمال درجة الدكتوراه في الولايات المتحدة. وحين اقترب من إنهائها لاحت أمامه فرصة بعثت الحياة في شخصيته المغامرة من جديد. أنا رجعت المملكة سنة 75 نهاية 74 عشان شغلتين. أول أكمل جمع المعلومات عشان الرسالة حقتي، خلاص أنا على وشك تنتهي. 2 أختي كمان كنت راجع بس 20 يوم وأكمل. أختي كانت زواجها احضر الاثنين أكمل الرسالة. ذاك الوقت الطفرة بدأت، طفرة حقت لما زاد سعر البترول خطة الخمسية الأولى. يعني كان في عمل زي وليمة بالنسبة للمعماري، العمل كان في كل حتة.
احنا اليوم في منزلك الخاص في جدة، وشكرا على استضافتنا في المنزل. حياكم الله. ابغى اكمل معاك قصتك في امريكا. وصلت معنا الى انه بدأت في درجة الدكتوراه لكنك رجعت الى اجازة للسعودية. اللي حصل رجعت زي ما ذكرت لك اكمل المعلومات للرسالة حقتي، وانا بانتظر في حقيقة هو صديق وعنده شركة بغير اسماء، طلب من اخوي محمد مقاول، اخوي محمد مقاول انه يسوي له مشروع اسكان سريع بريكاست، لانه كان في ازمة سكن رهيبة في البلد في ذاك الوقت. فطلب مني اخوي اسوي تصميم، سويت التصميم يعني في يومين ثلاثة في بيت والدي، ما كنت متزوج ذاك الوقت. رحت دورت في محلات النجارة وذا، لقيت باب سويت منه طاولة رسم، سويت المشروع، تروح قدمته للشخص هذا، الشخص هذا جدا جدا وعجب به. قال لي انا طلبت من ناس كثير يسووا الكلام هذا بس الحقيقة ما احد سوى زيي. قلت يعني كنت انا شخصيا كنت مستغرب، لانه معتادين متوقع من اي مكتب هندسي او معماري في الولايات المتحدة محل ما اشتغل على اقل تقدير اللي انا قدمته، مش انه على اكثر تقدير. فكان حماس، وجدت في غاية المشاريع اللي تنتهي يعني تنتهي تتحقق ببنائها، فقلت يعني خلينا أكمل المشروع هذا، أسوي خرايته وبعدين أرجع أكمل. الحقيقة بعد كده جاء سكن لوزير صممته، يعني نهاية المطاف غلق السنة قد عندي حوالي 30 موظف ما شاء الله في سنة واحدة. في سنة واحدة كانت في طفرة الحقيقة، في كان في حاجة في السوق ذاك الوقت، السوق كان يعني حقيقة حامي جدا. فكانت الغاية هي شهادة الدكتوراه، شهادة الدكتوراه ورقة يعني لا تعني. رجعت هنا وجدت الوسيلة موجودة، العمل موجود، الطفرة موجودة، فما كانت بالنسبة لي مهمة أني أرجع أكمل، رغم أنه كان فاضل لي يعني واحد ترم فقط. فإلى يومنا هذا كل مين يقول لي ليش ما رجعت، ليش ما رجعت. فقلت لهم يعني أنا ما رحت لها، هي جاتني، لأنه قبل حوالي 6-7 سنين اتصلت بجامعتي وقالوا إحنا يعني رشحناك للمجلس الأعلى للجامعة كأحد الخريجين اللي حقيقة خدم العلم والتعليم والمهنة وخدم الجامعة، بخدم الجامعة أنا، ورشحناك ونبغى يعني نتشرف بأنه نمنحك شهادة الدكتوراه. في والله أنا اللي أتشرف الحقيقة، كان بالنسبة لي يوم عظيم أنه بعد ما تخرجت ب 45 سنة أجلس كده مع الطلبة الشباب في المسيرة حقة التخرج، ومدير الجامعة يمنحني هذه الشهادة. فأتت إلي بدل أنا ما ذهبت إليها، فبيقول إن أتت إلي. جميل أن نتخذ القرارات الصائبة وإن كانت صعبة في وقتها، ولكن الأجمل حين نرى أثرها على مدى السنوات. سويت حلمي أصمم مكتب خاص بنا، وفعلا على الكورنيش صممت المكتب وبنيناه، ونقلنا فيه سنة 80. سنة 80 يعني لي يمكن 6 سنين شغال في بدأنا نكبر، والمكتب كان صغير يعني ما كنت متخيل
إنه حنكبر بالحجم هذا، رغم إنه قلت لك طموح صغير علينا. وجاتني بيعة فيه، بعته قبل ما يشرد الزبون، ورحت استأجرت، لقيت مكتب في طريق المدينة كبير جديد واستأجرته حقيقي. قلنا نجلس فيه 5 سنين، ألاقي لي قطعة أرض ثانية وأسوي مكتبي الجديد. 5 سنين صارت 19 سنة، ولولا إنه أصحاب العمارة قشعونا يبغوا يهدوها ويسووا تطوير ما كنت خرجت. خلاص ودونا 9 أشهر عشان نخرج، وكنا وصلنا 6000 متر المتطلبات حقتنا. في 9 أشهر فين تجيب تصاميم، تشتري أرض، تأخذ تصريح؟ في واحد من الزملاء العاملين يقول مر شاف المنطقة هذه، وكان مبني قصر سكن لأحد الأمراء، وظاهر ما حب يكمله ومعروض للبيع. ما هو يعني ما كان معروض للبيع، عرفنا من صاحبه وكلمناه واشتريناه. إيش كانت ميزته في تصريح بناء؟ جاهز مع إنه كان مهجور ب طبعا إحنا مهندسين يعني، هو كان شكل طبعا تشوفه الآن شكله ما هو قصر. إيه لا طبعا لكن حورنا في حورنا وحطينا قزاز من يعني استعملنا قدراتنا ومواهبنا فهو كان موجود هنا. لما كان هنا ما كان في شيء حوالينه، كل هذا ما كان موجود قبل 8 سنين 9 سنين. الآن صارت من أكثر الأماكن المرغوب فيها. بعد الفاصل، من ينافس مكتب زهير فايز على المهندسين السعوديين؟ وما هي قصة ابنه بدر مع الطبخ؟ أبو بدر، نستغل الفرصة الحين بما أن في مكان العمل الحقيقي في شركتكم، وأحب أسألك عن موضوع السعودة. يعني نعرف أن المهندسين السعوديين عليهم طلب وعدادهم مهمة توافقة مع حاجة السوق. مزبوط. كيف تنظر لتأهيلهم وكيف تجربتك مع السعودة؟ والله هم عملة نادرة، لأنه زي ما يمكن ذكرت لك الإحصائية أنه في 200,000 مهندس بجميع التخصصات سعوديين وغير سعوديين بيعملوا في المملكة، منهم بس 9% سعوديين، ومو كلهم يعملوا في مهنة الهندسة. اللي بيعمل في المقاولات وهذا قليل، يعمل في البنوك. البنوك أكبر منافس لنا في السعوديين، إنه يجدوا السعودي المهندس يعيد تأهيله إنه يكون بانكر في مصرفي. ومبسوطين جدا. حتى بعض المهندسين اشوف يروحوا يتوجهوا للاداره كمان. فيعني مو كلهم بيخشوا في المهنه. لكن احنا عندنا برنامج الحقيقه سعوده مره جيد. ونستقطبهم وندربهم ونحطهم على ممشى مهني كارير باث يسموه، عشان يعرف كما ذكرت لك انه المهندس يعني إذا ما نميته، إذا نميته بسرعة يمكن تخربه، إذا نميته ببطء تفقده. يقال يعني إنه القائد إذا كان ما بينه وبين موظفين حواجز يأثر هذا على أدائهم. إيش رأيك في هذا الموضوع؟ أنا أعتقد هذا الكلام صحيح. أنا أعتقد كوني ما بين زملائي الموظفين وفي أعمالهم نخليهم يكتسبوا
من خبرتي 45 سنة يعني فيها فائدة كبيرة في المهنة نفسها. ويمكن الوقت ما يسمح إنه قضاء الزمن الكافي معهم، لكن ما يعني عندنا مثلا دوري أو بطولة تنس كل سنة في المكتب، اليوم 25 سنة وأنا دائما أشارك معهم. يهزموك ولا تهزمهم بصراحة؟ والله بأهزمهم معظم الوقت. عندي هوايات كثيرة، مو كثيرة، بعض الهوايات اللي تديني سعادة، منها الحقيقة المقتنيات الفنية. تعرفت على هذا الفنان، هو بريطاني مصري اسمه أحمد مصطفى، الدكتور أحمد مصطفى، قبل أكثر من 30 سنة، والحقيقة صديق حميم وأنا معجب به جدا من أعماله. لوحاته هذه مثلا في المزاد باعت أحد لوحاته ب 600 ألف جنيه استرليني. هل كنت تشتري منه أنت ولا هداك هي؟ لا كنت أشتري منه. كم اشتريت هذه اللوحة؟ هذه اللوحة اشتريت قبل أكثر من 25 سنة، أعتقد كانت 20,000 جنيه استرليني. لحين أنت أحسن، والله لو ادوني ملايين ما بيها، لأن تديني سعادة. يهتم المعماري زهير فايز بالجودة في عمله، ويعتبر التعليم الوسيلة المثلى للوصول لمجتمع يحترم الجودة ويطبقها. لذلك أسهم في إنشاء جامعة دار الحكمة التي ذكر لنا قصة بدايتها. سنة 97 ميلادي، وأعتقد كنت داخلين، تم مقابلة أخوي وزميلي قيس جليدان، كان عنده فكرة أنه ما كان في نظام في ذاك الوقت يسمح بالجامعات الأهلية وبالذات اللا ربحية، فكلم بعض الأخوان وأنا منهم، واجتمعنا في مكاتب بن لادن، كنا يمكن 15-18 شخص، كلنا عندنا نفس الميزة، عندنا بنات على وشك التخرج من الثانوية ونبغى لهم تعليم متميز متخصص للبنات وباللغة الإنجليزية زي الجامعات الأمريكية. فاجتمعنا هناك وكان النية يعني إنه ننشئ جامعة أهلية للبنات بنفس مستوى الجامعات المتميزة في العالم كله، وعشان بدل يعني ولا أحد فينا عنده الخبرة كيف تنشئ جامعة، جبنا كونسورتيوم اللي هو مجمع لا ربحي من تكساس اسمه تايك، تكساس انترناشونال إديوكيشن كونسورتيوم، هذا استشارات كيف تنشئ جامعة، حضرونا 32 وثيقة، وهذه الوثيقة هي اللي تمشينا الجامعة. وميزتها إنه ما ميزة جدا مهمة هذه، إنه مش تاخذ اللي موجود في الغرب وتحطه وتعتقد إنه ينجح، فهم أسلوبهم يجيبوا فريق عمل لكل واحدة من الوثائق هذه ال 32، فريق عمل من أمريكا من جامعاتهم، وفريق عمل من الجامعات السعودية سعوديين، والاثنين يدمجوهم مع بعض وطلعوا وثيقة أحسن ما هناك اللي تتماشى مع متطلباتنا إحنا، سواء للأنثى أو حتى للمجتمع أو حتى يعني ديننا وعقيدتنا. وبناء على هذه الوثائق أنشأنا الجامعة، لكن ما فتحنا أبوابنا لأنه لسه الترخيص لم يصدر، والحمد لله صدر الترخيص سنة 99، وجاء الله يرحمه دخله الجنة إن شاء الله ونعيمها الملك عبد الله، كان ولي عهد في ذاك الوقت، جاء افتتح أياميها كان اسمها كلية الله يرحمه، ورجع بعد 3 سنين مرة ثانية وخرج أول دفعة.
في قصة مشابهة لقصتك هي قصة ابنك بدر. إيه. كيف تعاملت مع هذه القصة وكيف بدأت لما كان يدرس في الولايات المتحدة الأمريكية؟ وطبعاً لما نتخرج من هنا راح أدرس في أمريكا. هاي ابني إيش تبغى تدرس؟ أبغى أدرس عمارة. أبوه معماري يعني ليش لا؟ دخل كلية العمارة في البداية، وبعدين وجدت بعد السنة الثانية إنه درجاته الحقيقة يعني متدنية. كلمته وجدته محبط لأنه كان كلموني الجامعة إنه يبغوا يفصلوه. وصل هذه المرحلة. وصل هذه المرحلة خلاص يعني حتى ما بعد الكي مش آخر الدواء الكي. فسافرت على أمريكا وجلست مع اليمية كانت السيدة عميدة الجامعة عميدة الكلية كلية العمارة ومع بدر. إيش تبغى؟ أنا قلت له يا ابني إيش تبغى تسوي في حياتك؟ ترى الكلام هذا ما ينفع. إيش تبغى تسوي؟ قال لي أنا أبغى أدرس الحرف الواحد اسمه culinary arts فن الطبيخ أو الطهي. وهذا علم الحقيقة ما هو بس ممارسة، علم وفن كمان. علم وفن، علم وفن ومقرون بمواد علمية زي المحاسبة وما شابه ذلك يعني من الأمور هذه. فقلت له يا أخي ضيعت الله يهديك يعني أنا كن خرج 100 لفظ ما أقدر أقوله على التلفزيون. ليش ما تكلمت قبل 3 سنين؟ ضيعت 3 سنين من. قلت له أنا والله أقسمت بالله ما يهمني إذا تبغى تسوق سواك تاكسي، بس أمام الله لازم أعلمك تتعلم، أكون أنا طرف بأنك تتعلم، وإذا تثقفت تسلحت بالعلم وزلت تجد سعادة وعشق في سواق تاكسي حياتك، فتبغى طاهي تبغى اللي تبغى بس لازم تكون مثقف. ردة فعل والدي كانت مفاجأة لأنه هو ما اعترض على حكاية إذا أنا كنت طباخ ولا أكون يعني أي شغلة أسويها في حياتي. هو كان أهم شيء عنده إن أنا أكون إنسان متعلم ومثقف وأملك شهادة جامعية، وهو ده اللي أنا سويته في الأخير. امتلكت شهادة جامعية في فن الطبخ، وبعدين كملت وجبت ماجستير في إدارة أعمال. وبالتوازي مع اهتمامه بالطهي بدأ بدر عملاً تجارياً شاباً مع مجموعة من زملائه، واضعاً أولى خطواته على طريق الثروة ليصل إلى ما وصل إليه والده. والله مدوام هي شركة متخصصة في نقل المعلومات وتستخدم أحسن الطرق الجديدة اللي هي Virtual Reality Augmented Reality عشان توصل المعلومة للشخص في جميع المجالات، في التدريب، في التعليم، أو حتى في التعليم الترفيهي. فإحنا بدأنا هذه الشركة في السعودية لأنه هو ده التوجه اللي في العالم كله بيصير. مدوان بتقدم حلول تفاعلية. مثال للحلول التفاعلية هو جهاز نسميه آي كيوب. الشخص لما يدخل الآي كيوب موبايل كمحتوى ممكن نحط أي محتوى يكون في باله. مثالاً حطينا الآن إحنا المجموعة الشمسية، مثال بسيط كيف الطلاب يقدروا يتفاعلوا مع المجموعة الشمسية بطريقة ما حصلت قبل كده. بعد الفاصل. Being a great man means living without chains. We'll be right back.
رافقنا ضيفنا المعماري زهير فايز إلى أماكن متعددة، وعندما سألناه عن مكانه المفضل اختار مكة المكرمة، وهناك تحدث معنا عن أحد الشخصيات التي أثرت في حياته. اللي احنا هنا في مكة الحقيقة يعني يخطر على بالي أذكر سيدنا بلال بن رباح. سيدنا بلال بن رباح كان رابع من الصحابة الذين اعتنقوا الإسلام، وكان عبد أسود أسر من الحبشة، هو والدته وأخته. والدته كانت أميرة في الحبشة، وكان سيده في صدق الحق، هو الأذان الآن اللي هو بلال بن رباح. سيدنا بلال بن رباح كان مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان صوته جميل، وعانى معاناة الحقيقة يعني تستغرب بشر يعانيها، ولكنه ما تنحى عن إيمانه وإسلامه. وقصته قصة جميلة. تأثر زهير فايز بقصة الصحابي الجليل بلال رضي الله عنه، لذلك أحب أن يشاركها مع العالم بأسره. ولكي نعرف ما الذي فعله انتقلنا معه إلى دبي. جات الفرصة أنه ابني بدر، صديق الأخ أيمن جمال اللي هو عنده مشروع كان لازم تشوفه يا أبويا، شغال عليه 5 سنين. طيب خليه يجي. جاني وراني الدراسات والبحوث، وراني الحقيقة استبيان سوالي 250 طفل من مختلف الجنسيات بس عايشين في السعودية مسلمين. الاستبيان كان يسألهم مثلا مين من 250 يسمي لي 10 من الصحابة. 11% من 250 طفل بين 5 و12 سنة استطاعوا أن يسموا 10 من الصحابة. نصهم استطاعوا أن يعرفوا من هو سيدنا بلال عليه السلام، ومنهم أظن 2 أو 3 من دولة إنه كان سيدنا بلال عبد أسود وهو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة يعني شوية معلومات statistics مرة مزعجة. 100% منهم عرفوا باتمان، 100% عرفوا سنو وايت، 100% عرفوا سبايدر مان. لا بل أمر من كده، إنه 100% عرفوا لون الفستان حق سنو وايت. فحقيقة حرك فيها شوية مشاعر، يعني حزنت على نفسنا إحنا. وكان عنده فيلم بلال، وراني البحث اللي سواه، وحقيقة تحمست إلى أبعد الحدود. وبعدين وراني قائمة إنه هي مو بس إحنا حنسوي سيدنا بلال الفيلم عن سيدنا بلال فقط، إنما عندنا قائمة نستهدف أبطال من مجتمعنا، من محيطنا، من بيئتنا، من حتى ديانتنا، على أساس عملية التعليم من خلال الترفيه. فهي مبطنة، التعليم مبطن، بس إذا أنت انبسطت من الفيلم حترسخ في ذهنك معلومات جدا كبيرة عن حياة سيدنا بلال. Your father was a great man. What do you want to be when you grow up, Bilal? I want to be a great warrior. And I want to ride on a big horse. And I will fight enemies and protect you and Gufaira. That's very honorable, Bilal. But
Remember, a sword and a horse cannot make you a great man. Being a great man means living without chains. Bilal, are you awake? Good. You're braver than I thought. أثناء تواجدنا مع الدكتور زهير فايز في دبي، أحب كمعماري أن يشاركنا وجهة نظره فيما وصلت إليه هذه المدينة. هنا في دبي هذا المكان بالذات قبل أظن 10 سنين كان صحراء، لكن كان في بعد نظر من المطور أو المطورين، وكان في رؤية. رؤية هذه نقلت إلى المخططين، مكتب استشاري المخطط. وأعتقد بما أني أنا دراسة الماجستير في التخطيط ناجح جدا. وليش ناجح جدا؟ هو ناجح جدا لأنه في كل المسببات اللي تخلي الإنسان يجي هنا، ولما يجي هنا في كل المسببات اللي تسعده. عندنا بنقول رأس المال جبان، هنا أثبتوا لا، لا والله رأس المال ما هو جبان، طلع بطل. بعدين يعني أكبر إثبات للجرأة والإيمان بالرؤية اللي هو البرج هذا. مين كان يصدق أكبر برج في العالم ينبني هنا؟ وكان كل مين يتكهن إنه إيش اللي مليه هذا، مين حيشتري؟ كله مباع مليان. و يعني عندنا مثل الحقيقة في السعودية مشابه لهذا، وهو إنه الآن بنبني برج المملكة في جدة، وهو حيكون أعلى من البرج هذا، لأنه أيضا أنا أعتقد اسمه الأمير وليد عنده نفس الرؤية ونفس الجرأة رأس المال اللي خليه يستثمر مع مستثمرين آخرين. الحقيقة آمنوا بالموضوع هذا إنه شافوا النتائج. أنا أعتقد يعني هذا عنصر مهم، إنه شافوا نتائج إيجابية من ال، فأنا حقيقة حي اللي فكر في هذا، وحي النتيجة اللي إحنا بنشوفها هنا وبنعيش فيها وبنستمتع بها الآن. أبو بدر، لو التقيت المسؤول الأول في البلد وكان أمامك 30 ثانية تتكلم معه، إيش راح تقول له؟ لا، أنا أستغل 30 ثانية كلها في إني أشكره، وأشكر يعني الدولة هي اللي أرسلتني وابتعثتني لأمريكا، وكان لها التأثير اللي أنت شايفه الآن. فغير كذا ما عندي غير الشكر، عندي قائمة طويلة من الشكر على الفرص اللي تتاح لنا في العمل مع الدولة وخدمة الدولة. بس أهم في نظري الشكر على البعثة اللي ابتعثت لأمريكا لتلقي هذا العلم المتميز اللي أفادني في حياتي. لو عرض عليك حقيبة وزارية، إيش هي الحقيبة اللي تختارها وإيش أول قرار راح تسويه؟ أنا تشرفت بإني اخترت وخدمت في أول مجلس شورى سنة أول 60 شخص، وخدمت 4 سنين. وأنا أي إذا رأى المسؤول إني أنا أقدر أستطيع أن أقدم خدماتي لأي حتة كان، فأنا مستعد.
أيا كان. شخص تقول له شكرا أو مجموعة من الأشخاص تقول لهم شكرا، من تختار؟ هي هم كثير يعني، هي بس أختصرها في كثير كانوا سبب بعض الله في نجاح المكتب كثير الحقيقة، وأنا أشكرهم من كل قلبي. يا ريت كان في وقت أذكرهم فردا فردا، لكن أهم اثنين هم يمكن ثلاثة بس أنا أعتبرهم اثنين، من والدي ووالدتي كواحد، والدتي بالدعاء ووالدي بالتربية، وعلمني قيمة الخلق وحسن التعامل و إيش القيم هذه. وخالي، خالي هشام ناظر حقيقة علمني دائما الوصول إلى الكمال، السعي الكمال والوصول إليه، وعدم تقبل إنصاف الحلول، يعني لازم يكون أقصى ما يمكن الوصول إليه. ما هي الثروة الحقيقية للدكتور زهير فايز؟ أعتقد ثروة حقيقية اللي هو الزوجة الصالحة، زوجتي الحقيقة لا يسعني أن أشكرها، لأنه 40 سنة عشرة تزوجت وفتحت المكتب في نفس الوقت، وبدون شك كانت لها التأثير الأكبر في تربية الأولاد. أنا كنت مشغول في بداية حياتي، أشتغل 16 ساعة 18 ساعة في اليوم. رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمكتب زهير فايز ومشاركه، نقدم لك تذكار برنامج من STC ومن روتانا خليجية، عرفانا بالوقت اللي منحته لنا. حقيقة أنا أشكركم لأنتوا أعطيتوني الفرصة أستعيد ذكريات في بداية عملي ومسيرة المكتب ومسيرة العمل، فأنا أشكركم على هذه الفرصة. وبعد، فما هي إلا قرارات جريئة نحتاجها لكي نصنع الفرق في حياتنا ونضع أنفسنا في قائمة الناجحين وصناع الثروة. إلى اللقاء.